ويلي ويلي. عندي لحم المفروم، ضفت له الطحين الملح والفلفل الاسود وبهار مشكل بس، وكورته. نحن في البصل ضفنا الثوم، أضيف الفلفل الأخضر البارد، ضفنا البهار مشكل، كركم، فلفل أسود، اللومي والكاري، يبشة وسط. نضيف لعلبة معجون، نص علبة معجون. نضيف لها طماط. وأغطيه 10 دقائق حتى يذبل الطماط. أضيف لها البطاط. ماشي. وين؟ أضيف له الماء الحار. ويلي ويلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الحكوكة ما شاء الله ما شاء الله. من أطعم السلطات اللي ممكن تجربوها سلطة الشاورما. في البداية نتبل صدور الدجاج بالبابريكا والفلفل الأسود والثوم وشوية خل، ونحمس على الصاج لحد ما تنشف مويته. في صحن التقديم نضيف الخس المقطع، ونضيف البقدونس، ونضيف شرايح من البصل مع السماق. بعد كذا نضيف الشاورما ونعمل الصوص الأبيض، علبة زبادي، وعليه ثوم مهروس مع فلفل أسود وملح وملعقة كبيرة من الطحينة. نضيف عصرة ليمون. نقلب المكونات بالمضرب مع بعض لحد ما يصير القوام زي كذا. نوزعه على السلطة
وبعد كذا نزينها بخبز مقلي في القلاية الهوائية مع بطاطس العيدان وحبوب الرمان. ضروري تجربوا الوصفة، مرة سهلة ومرة لذيذة، وبالعافية. بيتزا ساتر. عندنا هنا خميرة في مويه دافية مع شوية عسل، ونروح على عجانة إديسون حنحط فيها الدقيق والملح، نخلطها شويتين ونضيف عليها الزيت والخميرة، ونعجن العجينة كويس لين ما تلين معانا بالشكل ده، ونخمرها لمدة ساعتين. حضيف صوص الطماطم، ونجيب زبدة ونرشها في أطراف البيتزا مع البهارات الإيطالية وبودرة الثوم. حدخلها الفرن على حرارة 200 لمدة 7 دقائق، وأطلعها وأضيف عليها جبن وبيبروني، ورجعها الفرن كمان 7 دقائق. ساتر. في أحلى من كده؟